تعالوا بقى نروح، او خلينا نقول عايزين نعلق عن حاجه مهمه. وفعلا خلينا نقول برضو الموضوع بقى هنا سخيف جدا، يعني احنا في منظومه محترفه، وهنا هتكلم عن الاهلي تحديدا. لما بتظهر نتيجه المسحه الطبيه لاي لاعب بيتم الاعلان عنها فورا، سواء احنا بنتكلم هنا ايجابي او سلبي. طيب ايه بقى داعي الفتره اللي فاتت سمعنا او شفنا انتشار شائعات حول اللاعبين؟ يعني امبارح مثلا اتقال لك او في كده جريده نشرت خبر بيقول لك ان الشناوي عنده كورونا، لا وقال لك كمان قفش عنده كورونا. يعني انا عايز بس، او انا عايزه بس افهم، يعني لو في اصابه حصلت لاي لاعب، هو مش كل يوم او كل كام يوم بيحصل مسحه جديده؟ ليه الاهلي او غيره هيخبي؟ يعني انا مش عارفه بصراحه ايه الغرض ورا ده. اللي عايزين نقوله ان يعني المرض ما فيهوش هزار، يعني مش هيبقى في مثلا لاعب مصاب بمرض معين، او لو بنتكلم هنا تحديدا يعني كورونا، واحنا هنخبي. يعني شيء برضو غريب جدا. انا شايفه ان تصدير الازمات ملوش اي مجال حاليا. فكره هنا برضو ضرب اخبار ملوش اي مجال حاليا. الفكره كمان ان انا احاول اهز فريق معين، او ان انا احاول اوتر جمهور فريق معين، برضو ملوش اي لازمه حاليا. يا ريت ما نصدقش اي حاجه غير لما يبقى في تصريح رسمي صادر من النادي، هو ده اللي انا برجع له. غير كده يا ريت ما نصدقش اي حاجه. بصراحه الموضوع بقى سخيف جدا، زاد جدا عن حده فعلا في الفترة الأخيرة. وعلى فكرة احنا يعني الكلام ده ينطبق على كل اللاعبين في كل الفرق، يعني ده أسلوب مرفوض تجاه الكل. ما ينفعش نختلق شائعات على أي لاعب في أي نادي، وبعدين بصفة خاصة في حالة الأهلي والزمالك، وتحديدا الفترة اللي احنا بنمر بيها. الفريقين بيستعدوا لمباراة قارية، يعني الاتحاد الإفريقي كاف هو بس اللي هيحدد النتائج الأخيرة للمصابين سواء بالسلب أو بالإيجاب. من خلال إيه؟ أكيد من خلال المسحة اللي هيخطى عليها كل لاعبي الفريقين بكرة إن شاء الله، يعني قبل المباراة أو قبل اللقاء ب 48 ساعة كاملة، أكيد وفقا للبروتوكولات الطبية. يعني عايزين نقول لحضراتكم ما معناه يعني كده بالبلدي، رفقا باللاعبين، رفقا بجماهير اللاعبين، رفقا بأسر اللاعبين. الموضوع ده ما فيهوش أي مساحة لأي حاجة تستخبى. فيروس كورونا ده احنا بنتكلم على وباء عالمي، يعني التعامل معاه بطبيعة الحال لازم يكون في منتهى الدقة وبمنتهى الشفافية. ونرجع نفكر حضراتكم تاني، المسحة الحاسمة هتكون للكاف غدا. المسحه الحاسمه هتكون للكاف غدا، هي دي اللي هتقرر مين اللاعب اللي هيكمل او اللي هيلعب يعني، ومين اللاعب اللي مش هيلعب. فننتظر بكره، لان زي ما قلت لحضراتكم النوادي، يعني نادي الزمالك او النادي الاهلي، بيعلن يوميا عن الاصابات وبيقول لك مين الايجابي ومين السلبي. يمكن لو على سبيل المثال برضو، يعني لسه كان في خبر من الزمالك بامس ان اصابه محمود حمدي الونش، او يعني ان هي نتيجته ايجابيه. تعافى مثلا اللاعب حازم امام ومحمد حسن، ربنا يا رب يعني يتمم شفاهم على خير، وما يتصابش اي لاعب في اي نادي، ما نتمناش ده يحصل. فالنوادي بتكون حريصه ان هي تبلغ حضراتكم ب يعني الاخبار الرسميه. فننتظر على كل حال، احنا مش عايزين دلوقتي اي خبر، ما نعرفش مين ايجابي سلبي. انتظروا لبكره، بكره ان شاء الله هيحسم هذا الامر عن طريق الكاف.